أماني تفضلي. علمنا قول شو المهنة، علمنا قول شو المهنة، علمنا قول شو المهنة. ما حل حرام. حلو زين. ميكروفون عندكم، أنا أعطيكم 15 ثانية، حطوا بالكم ميكروفون ها عندكم عشان تجاوبون. 15 ثانية أعطيكم، 15 14 13. ها تشكتشكت؟ إيه قاعدة تشكتشك. زين فكروا فيما بينكم. ها زينب، ريم، نجاة. خلصت خلصت. شيشة مش عندها شيشة؟ إيه شنو تكلم ميكروفون عندك. شنو مهنتها؟ صبابة قهوة. قهوة؟ هاي صبابة قهوة كتفوه وشيها تشرب قدوة؟ مو قدوة ولا شيء. انت شفت عندها تمر؟ عطتش قدوة؟ شفت القهوة؟ خطأ. الأخت أماني قاعد أشر لها مهنتها، قاعد أشر لها أقول لها كرة قدم، كرة قدم. وين كرة قدم؟ انفخت. وهذه مهنتها دق هبان. لا دق هبان ولا شيء. مهنتها محضرة علوم. أي في مختبر تنفخ. تفضل على ايش الدور؟ ما نفهم زين. أشوه اي ها مني ومن دي. 15 ثانية، 14 13. ها كاشير بوينج. شفت فلوس عندها؟ لا اخذت الدفتر سجلت عليه. زين تاكدوا خلصت الثانية. 10 ثواني، 9 8 7 6 5 4. خلصت. نعم كاتبه بالمستصف. خطا. تكتم حلوه هاي. انت جربتي بالمستوصف؟ هي ممرضه اخذت الحراره وقامت تقايسها وكذي وبعدين كتبت تقريرها. الاخت زينب ممرضه عليك صيله او نجوم. اي المهنة قول شو المهنة، ما حل حرام. بس المهنة قول شو المهنة، فيها ماي فيها ما ادري شنو. زاسرو عشان بريد. نعم تشتغل بالبريد. بريد بوابة ما اعتقد يعني فيها، بس فيها شغلة يعني. جربوا. 5 ثواني، 4 3 2 1. تفرز مكاتب. مكاتب خطأ. مهنة جود الحداد أمينة مكتبة. بس إيه في شغلة مرة ثانية. شوفوها شوفوا ريم فيها قياس. زين فيها قياس. ها يلا ساعة شغالة. خياطة. 15 ثانية. نعم خياطة. انت شفت خيوط؟ لا. شفتي أبر؟ يعني جربت يا اشتم مرة ثانية. 10 9 8 7 6 5 4 3. مشكورين. فيها خياطة. خطأ. خطأ. لو أقول لكم ما راح تصدقون، مهنتها جدا غريبة ولكن حلوة ومهمة في نفس الوقت. هي شغلها مو بالتراب بقدر ما هو فن راقي. باحثة آثار، كل الآثار تقايس، كل شيء تشوفه بهالطواف ولا تحت ولا قايس وتطالع وتنظف. هذا باحثة آثار. الحين من علي؟ علي تفضلي. رسيلة. علمنا قول شو المهنة، علمنا قول
بس هاي كلها تنتف شيء شي. يعني مو دياي تنتف شيء الريش لا لا تعيدين؟ لا فيها صعبة أنا جات شلون؟ فكروا تشتغل كاتبة؟ كاتبة؟ لا يلا 15 ثانية 14 13 12 في كمبيوتر كمبيوتر؟ يعني تشتغل شنو؟ صح صح صح